عملته عبارة عن إنسان مستهلك من الحياة، اللي هو جزئية منه عظم وجزئية منه تشريح وجزئية منه لسه متعافية زي ما هي، اللي هي مشاكل الحياة وضغوط الحياة، سواء بقى خيانة أو صدمات أو ضغط نفسي، بنوصل بيه للشكل اللي احنا شايفينه ده. بس بيبقى فيه دايما جزء متعافي واقف أو قاعد القعدة بتاعة القوة، اللي هو يتعافى وممكن يطلع تاني أو يستمر تاني. بس